نعم دكتورة. بلش محاضرتنا اليوم محاضرة جدا بسيطة وراها نبلش بالكويز. White blood cells. The white blood cell comes from 4,000 to 11,000 cells per cubic millimeter. If the count less than 4,000, the condition is called leukopenia. If it's more than 11,000, the condition is leukocytosis. White BCs are involved in the body defense mechanism against microorganisms and other foreign materials. White BCs are classified according to the type of cytoplasm into the phylum. عندنا اليوم محاضرتنا عن كريات الدم البيض. كريات الدم البيض تتواجد بالدم بنسبة تركيز 4000 إلى 11000 خلية بالمتر مكعب الواحد. إذا كان هسه قلنا من 4000 إلى 11000، إذا كان عددها أقل من 4000 هذه حالة مرضية يطلق عليها ليكوبينيا، يعني قلة كريات الدم البيضاء. ضيف الطلاب اللي أما إذا كان عددها أكثر من 11000 خلية بالمتر مكعب الواحد هذه حالة مرضية أيضا يطلق عليها ليكوسايتوزيس اللي هي زيادة كريات الدم البيضاء. كريات الدم البيضاء فائدتها بالجسم إنه إلها آلية دفاعية ضد الميكرو أورجانيزمز والفورين ماتيريالز. تصنف الكريات الدم البيضاء اعتمادا على نوع السيتوبلازم إلى مثل ما قلنا بالعملي إلى صنفين جرانيولوليكوسايت وأجرانيولوليكوسايت. جرانيول ليكوسايت يكون بها سيتوبلازم حبيبي وهنا تصنف حسب شكل الأنوية إلى ثلاثة أصناف نيوتروفيلز يوزينوفيلز والبيزوفيل. نيوتروفيل تكون نواتها متعددة الفصوص من 2 إلى 5 فصوص تعتمد على عمر الخلية ونسبة النيوتروفيلز بالنسبة للوايت بيسيز 65%. أما اليوزينوفيلز تكون نواتها متعددة الفصوص عادة تكون فصين وتتواجد بنسبة 1 إلى 3%. أما البيزوفيل فيكون نواتها شكل S ونسبتها أقل من 1%. النوع الثاني بالنسبة لكريات الدم البيضاء اللي هي تكون غير حبيبية لسيتوبلازمها ما يحتوي تكون نوعين مونوسايتس وليمفوسايتس. المونوسايتس نواتها بشكل كدني بشكل كلية وتكون هي أكبر خلايا الجسم ونسبتها بالنسبة لكريات الدم البيضاء 7%. أما الليمفوسايتس تكون هذا يعتمد على عمر الخلية ونسبتها يكون 30%. The granulocytes and monocytes protect the body against invading organism. تحمي الجسم ضد الأورغانيزم الغريبة المخترقة بواسطة عملية تسمى الفاجوسايتوسيس عملية البلعمة تبتلع هذه الكائنات الغريبة. أما الليمفوسايتس والبلازما سيل فهو وظيفتها تكون مرتبطة بالنظام المناعي. هذا شكل يوضح لنا مكونات الدم وهسه مثل ما ذكرناها عندنا احنا مكونات الدم ريد بلاد سيل ار بي سيز والبليتليت والليكوسايت واللي هذا صنفناها. توليد الليكوسايت جينيسيس اوف ليكوسايت. The granulocytes and monocytes are formed only in the height. تشوف فراغات طلاب granulocytes والmonocytes يتكون فقط بالبون مارو. اما الليمفوسايت والبلازما سيل تنتج بصوره رئيسيه من الاعضاء المولده للليمف مثل الغدد اللمفاوية، السبلين اللي هو الطحال والثايموس. زين ايش قد الفترة اللي وايت بي سي تعيشها؟ لايف سبان اوف وايت بي سي. The main reasons وايت بي سي are present in the blood is to be transported from the bone marrow or lymphoid tissue to the areas of the body where they are needed. يعني شنو السبب الرئيسي اللي الوايت بي سي تكون موجودة به بالدم؟ هو فقط انتقال، مو تأدي فد وظيفة به. فقط تنتقل من مكان إنتاجها اللي هو من الأنسجة اللمفاوية أو من البون مارو حسب نوع الوايت بي سي إلى المنطقة اللي تؤدي وظيفتها بها إلى الأنسجة مثلا الأنسجة المتضررة المصابة. The life of the granulocyte هسه احنا راح نصنفها نوعين granulocyte والmonocyte وكل وحدة ايش قد تعيش. The life of granulocyte once releasing from the bone marrow is normally 4 to 8 hours. Circulating in the blood and another 4 to 5 days in the tissue. In times of serious tissue infections, this total lifespan is often only few hours because the
granulocyte proceed rapidly to the infected area. هذا تعليل عادي من يشوفون شيء بكوز مهم. هذا عندنا فترة الحياة الجرانيولوسات اللي تقضيها بعد انطلاقها طبعا من البون مارو تبقى بالدم من 4 إلى 8 ساعات. بعد ذلك مناطق الإصابة اللي هي تروح للأنسجة تبقى بها من 4 إلى 5 أيام. لكن عند تكرار الإصابة وعند بالأنسجة المتضررة بشدة نانا توتال لايف سبان راح يكون لها عدة ساعات قليلة. ليش قلنا هذا تعليل؟ لأن الجرانيولوسات راح تتقدم بسرعة إلى منطقة الإصابة، ما راح تبقى بالدم تدور هاي الفترة. يعني بعد هي صارت عندها ذاكرة وهاي تأخذوها بعدين بالمناعة. المونوسايت أيضا تبقى بالدم وقت قصير من 10 إلى 20 ساعة فترة وجودها بالأنسجة. Before wandering through the capillary, قبل ما تغادر الكابيلاري ميمبرين إلى الأنسجة, they can live for months or even years unless they are destroyed by performing. The lymphocytes have lifespan of weeks, months, or even years, but this depends on the body needs for this cell. نانا تختلف المونوسايت عن جرانوسايت إنه هي صحيح تبقى بالدم فترة قصيرة لكن تبقى بالأنسجة فترة طويلة. اللي تأخذ من أسابيع أشهر سنوات هذا يعتمد على احتياج الجسم إليه. Our bodies have a special system for combating the different infections and toxic agents. This system هذا النظام اللي يكافح به جسمنا عنده نظام يكافح مختلف والمواد السامة. هذا النظام يتألف من الوايت فيسيز وخلايا الأنسجة. Work together to prevent diseases by actually destroying invading agents by phagocytosis and by forming antibodies and synthesizing. يعني هذا النظام هو يمنع الأمراض بالجسم عن طريق تحطيم العوامل المفترقة للجسم بواسطة عملية البلعمة أو بواسطة تكوين الأجسام المضادة للأنتيبوديز أو بواسطة خلايا اللمف المتحسسة. تعريف الفاجوسيتوسيس أيضا ضروري. عملية البلعمة the most important function of the neutrophils and macrophages is phagocytosis which means cellular ingestion of the offending agents. شنو يعني الفاجوسيتوسيس؟ اللي هو ابتلاع الخلوي للعوامل الغريبة. الفاجوسيتس must be selective of the material that is phagocytosed. The normal cells and structure of the body would whether or not phagocytosis will occur depends on especially on 3 selective procedures. يعني خلايا الفاجوسايت تكون جدا انتقائيه سلكتيف المواد اللي تعمل لها عمليه البلعمه. بخلاف هذا راح يؤدي الى انه عمليه البلعمه تكون للانسجه اللي هي موجوده بالجسم الانسجه الطبيعيه بالجسم يعني تكون انتقائيه تكون فقط للاجسام الغريبه ما تتم عمليه البلعمه للاشياء الموجوده داخل جسم الانسان. الانسجه الجسم او الخلايا او غيرها. حدوث عملية البلعمة أو لا يعتمد على 3 عوامل ضروري. Most natural structures in tissue have smooth. طبعا هذه العوامل ضرورية طلاب تحفظوها. Most natural structures in tissue have smooth surface which resist phagocytosis. But if the surface is rough, the likelihood of phagocytosis is increased. يعني يقول إنه معظم تراكيب أنسجة الجسم شو تكون smooth surface. وبهذه تقاوم عملية البلعمة. لكن إذا هذه أنسجة الجسم أو غيرها أصبحت خشنة هنا راح تكون أكثر استجابة لعملية البلعمة. النقطة الثانية most natural substances of the body have protective protein coats that they repel the phagocytes. On the other hand dead tissues and most foreign particles frequently have no protective coats which also make the subject to phagocytosis. معظم مواد الجسم شو تكون تحتوي على بروتين كوتس غذاء أغطية بروتينية. هنا تؤدي إلى صد خلايا البلعمة. أنسجة الجسم تكون مسطحة وأيضا تحتوي على أغشية بروتينية. هنا ما راح تتم ضدها عملية البلعمة. لكن بالنسبة للأنسجة الميتة الأجسام الغريبة يعني هذا النسيج إذا أصبح ميت راح يفقد البروتين كوت مالته الغشاء البروتيني اللي يحميه. تدخل الجسم ما تحتوي على هذا البروتين كوت اللي هو بروتكتيف كوت بالتالي راح تكون معرضة لعملية البلعمة.
specific means of recognizing certain, recognizing certain foreign materials. يعني الجسم أيضا يحتوي على وسائل متخصصة لتمييز الأجسام الغريبة. بالنسبة للجهاز المناعي طور الأنتيبوديز ضد الانفكشيوس ايجنت مثل البكتيريا. تشتغل هذه الأنتيبودي. الأنتيبودي تيجي تلتصق على الغشاء البكتيري أو أي كائن يعني داخل الجسم. وبالتالي يتعرضه ويكون أكثر حساسية إلى الفاجوسيتوسيس. من تجي الأنتيبودي الجسم راح يكون أنتيبودي ضد هذا الكائن الغريب اللي دخل الجسم. هذا الأنتيبودي راح ترتبط بأغشية هذا الكائن سواء بكتيريا أو غيرها. بالتالي راح يكون أكثر عرضة للفاجوسيتوسيس. بين دخول البكتيريا أو أي كائن إلى داخل الخلية هذا شو راح يؤدي إلى تم عملية البلعمة فاجوسيتوسيس. ايضا بنفس الوقت راح يكون عندنا فاجوسوم. بنفس الوقت جهاز كولجي راح يعطينا لايسوسوم يسيم حسوزايم انزيمات الحاله مثل ما اخذناه بمحاضرات البدايه. هنا راح يلتحم فاجوسوم فيوزز وذ لايسوسوم يكون لنا سكندري لايسوسوم. الانزيمات اللايسوزايم الموجوده داخل اللايسوسوم راح تحلل البكتيريا او الكائن الغريب خارج الخلية بالإكزوسيتوسيس. شفتوا طلاب للرسم واضح عندكم؟ نعم كان واضح. إن الإنفلاميشن الالتهاب هذا أيضا تعريف ضروري مهم. Whether caused by bacteria, trauma, chemicals, heat or any other phenomenon. Multiple substances that cause dramatic secondary change in the tissue and released by injured tissue. The entire complex of tissue change is called inflammation. لما النسيج الضرر سواء بواسطة بكتيريا, تروما, chemical, heat أو أي ظاهرة تحدث لهذا النسيج. نانا العديد من المكونات شرح السبب راح تسبب تغيرات ثانوية شديدة بهذه الأنسجة. وبالتالي يعني بداخل الانسجه المتضرره هذه مثلا عندنا سوائل راح تبدي تتحرر من الاسر راح ناخذها احنا يعني بتشخيص الالتهاب سواء خروج سوائل من الشعيرات الدمويه او غيرها وهذه مختلف هذه الاضرار اللي تحدث على هذا النسيج كلها يطلق عليها بالانفلاميشن الالتهاب وقلت هذا التعريف ضروري كاركترايز باي شلون اشخص انفلاميشن وهذه هم من النقاط مهمه أول شيء يصير عندنا vasodilation of local blood vessels يعني توسع بالأوعية الدموية المحلية الموجودة داخل هذا النسيج المتضرر المصاب increase permeability of the capillary زيد نفاذية الكابيلاري وبالتالي خروج السوائل وزيادتها وراح تتكون شوفون المنطقة تكون متورمة open clotting of the fluid in the interstitial because of the excessive amount of fibrinogen and other protein leaking from the capillaries هنا راح يحدث تتكون خثرة بالسوائل الموجودة بالمسافة البينية تكون بين الخلايا احنا مو قلنا عندنا سائل داخل الخلايا وسائل خارج الخلايا بس راح تتكون خثرة بسبب خروج كميات من الفايبرينوجين والبروتينات الأخرى هي هاي تسبب لي خثرة تسربت من الكابيلاريز and of large number of granulocytes and monocytes in the tissue نلاحظ هجرة أعداد كبيرة من granulocytes والmonocytes في الأنسجة بالتالي يحدث swelling of the tissue cells انتفاخ بالخلايا الأنسجة أو تورم بالمنطقة بس عندنا نوعين من الأمراض اللي أصلاً ذكرناهم بالبداية ويا التعريف زيادة الوايت بي سي أو قلة بالوايت بي سي وعندنا هذا المرض طبعاً الكل يعرفه اللي هو اللوكيميا اللي هو uncontrolled protection of white BC is caused by cancerous mutation myelogenous or lymphogenous cell نانا هذا يحدث سيطر عليه بالوايت بي سي يعني تنتج كميات كبيره من الوايت بي سي سببها طفرات سرطانيه تحدث بالخلايا المولده للمف او الخلايا المولده للنخاع العظم نخاع العظم تصنفين حسب ما ذكرنا الى لمفوجينس لوكيميا او مايلوجينس لوكيميا effect of leukemia is شنو تاثير اللوكيميا هو عندنا راح يصير نمو سرطاني او نمو ورمي of leukemic cells من خلايا المصابه المتغيره in abnormal area of the body
Almost all leukemia spread to the spleen, lymph nodes, liver, and other, especially vascular regions. In myelogenous leukemia, the cancerous process produce partially differentiated cells. يعني راح تنتج عندنا بالحالة الميلوجينس لوكيميا، اللوكيميا اللي تصيب هنا النخاع العظم واللي حتة النخاع العظم، ونخاع العظم هو اللي يكون لي هذه الخلايا، فراح ينتج لوكيميا بهذه الخلايا اللي انضربت اللي راح ينتجها resulting in what might called. راح تنتج عندنا خلايا من عدة أنواع، هي نيتروفيلك لوكيميا، إيوزينوفيلك لوكيميا، بيزوفيلك لوكيميا، ومونوسيتك لوكيميا. However, the leukemia cells are bizarre and undifferentiated, are not identical to any of the normal white blood cells. Usually, the more undifferentiated cells, the more acute leukemia. يعني كل ما تكون الخلايا تكون غير متميزة، هذا راح يعطينا leukemia حادة أكثر, often leading to the death within a few months if untreated. إذا حدثت leukemia بالجسم, الموت خلال أشهر إذا لم تعالج. ليكوبينيا لا، الموت يكون ضمن أقل من أسبوع، يعني نقص كريات الدم البيض زيادة واحد والنقصان واحد. ممكن يجب يكون الفرق بين اللوكيميا والليكوبينيا أو تعرف كل واحد. ليكوبينيا or agranulocytosis, a clinical condition known as leukopenia, occur in which the bone marrow stops producing white VC, leaving the body unprotected against bacteria and other agents that might invade the tissue. اللي هي يعني حالة سريرية تصيب بالجسم بحيث يتوقف نخاع العظم عن إنتاج الوايت بي سي، وبالتالي يترك الجسم. إذا ماكو بالجسم بعد وايت بي سي خلصت، هي موجودة صح فترة معينة، توقف نخاع العظم. هذه الوايت بي سي الموجودة إحنا مو قلنا إلها عمر محدد، تتحلل وتنفني من الجسم. بعد الجسم ما عنده أي دفاع ضد البكتيريا وغير موت ضمن أقل من أسبوع بحالات الأكيوت توتال لوكيبينيا. هذه اللوكيبينيا تنتج يعني قلة اللي عندنا قلة الوايت بي سي تنتج بسبب الإراديشن of the body by gamma rays caused by nuclear explosion، يعني بسبب تعرض الجسم لأشعة جاما اللي يحدث or exposure to the drugs and chemical that contain benzene or other is likely to cause aplasia of the bone marrow. أو تعرض للعلاجات أو عقاقير الكيميائية تحتوي على بنزين أو مماثلاتها اللي تؤدي إلى عدم تنسج البون مارو، بالتالي عدم إنتاج الوايت بي سي. محاضرتنا لهذا اليوم، منو عنده سؤال على هذه المحاضرة؟ طلاب منو عنده سؤال على المحاضرة؟ دكتورة تسمعوني طلاب؟ نعم دكتورة. بالنسبة للرسم هم حفظ داخل ضمن المحاضرة؟ اي نعم دكتورة نسمع. اي لعد ليش ما تجاوبون رأسين؟ بالنسبة لرسم ماما هو يعني تقدرون ترسموا لي بطريقة جدا مبسطة إذا جبت لكم يعني امتحان، هو مو فشي. أنا ما أريدكم ترسموا بهي أدنان، إذا أقول لكم تركوا فقط الطلاع أصلا ما راح تباعون عليه، وهي رسومات تفيدكم بفهم المادة أكثر. وشارحي إحنا هذا الرسم أيضا بتكوين اللايسوسوم من الكولجيا باراتس بالمحاضرات السابقة، يعني هي كلها محاضرات بسيطة. طلاب لا حد يغادر لأن عندنا هسه إحنا كويز ودا أخذ حضوركم، لا تكتبوا لي الحضور على الشات ما أريد، أنا أخذه. عندكم طالبة اسمها رضية؟ رضية بشار؟
اي نعم. رضية انت يعني شنو مدمج لو ويا الطلاب؟ لا دكتورة انا مدمج ويا الطلاب هنا. اي مو ما شفت اسمك بس انا دا سجلك طلعت جديدة. لا موجودة من زمان ما سويت مدمج. طبعا هي انت دائما حاضرة ضفتك على القناة. بس اكمل الحضور. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. نعم فاطمة. دكتورة أنا من المجموعة الثانية بس ما أقدر أحضر يعني بالسبعة، ممكن أتسجل حضور هنا؟ أي عادي، أنا قلت فقط العدة ظرف حتى ليس يزيد 100%، فقط العدة ظرف ممكن يغير من يعني من مجموعة إلى أخرى. تمام شكرا دكتورة. ظهر كهرباء ماكو من الصبح لسه والنت صار يخلص، يعني إذا ما لحقت المحاضرة عاد أحضر المحاضرة بالسبعة. هسه أنتي ما سمعتي الشرح مالتي شرحتي؟ لا كنت موجودة دكتورة، موجودة لحد الآن موجودة، بس النت بعد كم دقيقة يعني يروح وكهرباء ماكو. شنو اسمك؟ زهراء. زهراء خيري. زهراء خيري. لا بعد ماكو داعي تحضرين مرة ثانية، صح استفاديتي من الشرح. نعم دكتورة. أنا أهم شيء عدي تستفادون، أنا لا الحضور حتى الحضور ما أخلي عليه درجة، بس أسوي لكم كويس واللي يصيح اسمه وما موجود راح يتنقص، مو بس اللي يخلي اسمه ويختفي من يسد الصوت. تمام. هسه ما حد بعد عدة سؤال على هذه المحاضرة؟ نبلش نسأل. نبيل عبد الجليل. نعم دكتورة. أبابيل. نعم. شو كانت محاضرتنا الأسبوع الماضي؟ محاضرتنا تحكي عن البلود سيل. الدم بصورة عامة وبعدين خلايا الدم. أحسنتي. زين شنو مركبات الدم؟ يحتوي على الريد بلود سيل اللي هي الإريتروسايت، ويحتوي على الوايت بلود سيل اللي هي البليكوسايت، أو تحتوي طبعا على أنواع، ويحتوي على البلاتلت اللي هي الصفيحات الدموية. عيدي ماما ما سمعتك. تحتوي على الريد بلود سيل اللي هي الإريتروسايت، والوايت بلود سيل اللي يكون على أنواع، وكذلك تحتوي على البلازما. هاي بالنسبة للخلايا وتحتوي على البلازما. اسمك أبابيل.